بدأ كل شيء هنا في قلب الدار البيضاء. بدأ كل شيء بطموح فريق متحد حول قيم التفاؤل والطموح. بدأ كل شيء بالاعتقاد أن الثروة هي الإنسان. بدأ كل شيء برؤية رجل، عثمان بن جلون، مؤسس أوكابيتال جروب. بدأ كل شيء هنا، في المقر الرئيسي لشركة إيريما الملكية المغربية للتأمين. هنا تبلور الطموح. طموح لمواكبة عالم دائم الحركة والمساهمة في تغييره. طموح محمول بحلم قارة تتطلع إلى التقدم. أوكابيتال جروب تفتح طريقا للتنمية المستدامة العادلة والمشتركة. بدأ كل شيء هنا في فاس. المدينة الألفية، العاصمة الروحانية، رمز لمغرب فخور بأصوله، يتجه نحو تاريخ جديد، تاريخ المستقبل والقارة الأفريقية. جيل بعد جيل. تعمل أوكابيتال جروب، الشركة الرائدة في المغرب، على جمع شركاء دوليين مرموقين ضمن مجموعة قوية ومؤسساتية. بدأ كل شيء هنا في أفريقيا.
هنا حيث حددت أوكابيتال جروب مسار النمو من خلال موقعها المصرفي الرائد. بنك أفريقيا. مع الاقتناع بأن هذه القارة لديها كل نقط القوة لتصبح قارة الغد، هنا بالضبط أصبح الطموح التزاماً لأربعة وخمسين دولة تشكل تنوعها. بدأ كل شيء هنا بمراكش، الشاهدة على أفريقيا الأصيلة والحديثة، أفريقيا القادرة على كشف قدرتها للعالم، أفريقيا المليئة بالوعود. أرض استثمارية لأوكابيتال جروب من أجل اقتصاد حديث، تمويل، سياحة، عقارات، توزيع. اتصالات. الكثير من المهن في خدمة مستقبل مزدهر للمغرب والقارة الأفريقية. أفريقيا فخورة بثقافتها وقوية بقدرتها على التفوق على نفسها. بدأ كل شيء هنا من جائزة ريادة الأعمال الأفريقية بالمراهنة على الشباب والمواهب. من خلال الإلهام وتشجيع روح المبادرة، وإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في إنشاء عالم جديد. والجرأة على تشجيع جيل جديد على إبراز نفسه كأبطال الغد. بدأ كل شيء هنا في عيون الأطفال، في المسؤولية الاجتماعية ونقل المعرفة. في عملية رعاية مبتكرة مع الرغبة في توفير مكان للجميع وفرصة للجميع. بدأ كل شيء على هذه الأرض مع الزخم القوي لتراث طبيعي سخي.
احترام الأحياء وحب الجمال. لقد تعلق الأمر بالاستثمار في مهنة أخرى في المستقبل، طريقة تربية تحترم الحيوان والبيئة وتشكل منبع فخر لضيعة أداروش. بدأ كل شيء. تكتسب أفريقيا قوتها للمضي نحو آفاق جديدة. مدفوعة بالذكاء الجماعي، الابتكار وشجاعة الابتكار نماذجها الخاصة. بدأ كل شيء هنا أيضاً في شانغهاي، من خلال خلق علاقة رائدة بين المغرب والصين، من خلال الانفتاح على إمكانيات جديدة لا محدودة، شراكات جديدة وفرص جديدة للقارة الأفريقية. بدأ كل شيء، الإبداع بدأ مسيرته منذ 60 سنة. وكابيتال جروب التزمت برسم الطريق لتنفيذ الرؤية الطلائعية المحركة والمتفائلة بحزم لمؤسسها. الراسية عبر الزمن، حيث يكتب التاريخ يوماً بعد يوم. أنها تتغذى على الإبداع. بدأ كل شيء وسيستمر كل شيء. مشروع برج محمد السادس بالرباط، أطول برج في أفريقيا، دليل على ذلك. رمز الإرادة القوية لتشكيل طموحات القارة. ولد من شغف رجل ومن تلك القوة النادرة المتمثلة في القدرة على الحلم. هذا الشغف وهذه القوة التي تشجعنا على ابتكار أساليب جديدة للاستثمار في تقنيات الغد والانخراط في طموحات مملكة تسعى إلى التقدم وتحقيق تطلعات ساكنتها من أجل عيش كريم. بدأ كل شيء وسوف يتسارع كل شيء.
لأن الأفق مفتوح وهو رائع. إنه أفق أفريقي. أوكابيتال جروب، قوة التفاؤل.